أريدك أن تفكر فيما سأقوله. لو جمعت كل عناكب العالم ووزنتها فسيصل وزنها إلى 250 مليون طن. انتظر قليلا قبل أن تهرب. من باب المقارنة، بلغ وزن سفينة التايتانيك 52 ألف طن، ويبلغ وزن هرم خوفو في الجيزة 6.5 مليون طن. أنت محق، هذا لا يهون المصيبة، لكن لندخل صلب الفيديو. أكبر عنكبوت معروف للبشر هو آكل الطيور جالوت في أمريكا الجنوبية، وهذا العنكبوت الفروي البني بحجم الجرو له ساق بطول قدم كاملة، وجسمه بحجم قبضة يد كبيرة، ويزيد وزنه على 170 جرام. وعندما يتحرك يصدر أصواتا غريبة ومخيفة، وهي أصوات نقر أقدامه. لديه أطراف صلبة تصطدم بالأرض مثل حوافر الحصان، باستثناء أن صوتها ليس عاليا للغاية. إن رأيت هذا المخلوق المخيف في غابة مطيرة واقتربت منه، فقد تلاحظ أنه يفرك ساقيه الخلفيتين في بطنه. ستقول في نفسك: كم هو ظريف، لكن بعد ذلك بقليل ستصرخ من الألم. يحمي هذا العنكبوت نفسه بإرسال سحب من شعيرات مغطاة بأشواك دقيقة، وإن دخلت في عينيك وأنفك ستشعر بألم وحكة شديدين، كما ستظل هذه الشعيرات في جسمك لساعات أو حتى أيام. يبدو هذا مقلقا للغاية، لكن تخيل كيف ستصبح الأرض لو كانت العناكب بحجم سيارات الجيب. العالم الذي تحتله العناكب العملاقة مكان مظلم وكئيب بلا شك، وخطير أيضا. لا يمكنك التراخي والتخلي عن حذرك ولو لثانية واحدة، فعدوك سريع كالبرق وجائع وماكر. يتناول العنكبوت بحجم طبيعي 880 طنا من الحشرات في السنة، لكن في عالمك ستحتاج هذه الوحوش الضخمة إلى كمية أكبر من الطعام لتعيش. ستجوب العناكب الكوكب وستلتهم جميع الكائنات تقريبا. إن استسلم البشر ولم يقاتلوها، فسوف تحول الأرض إلى مكان قاحل أجرد في غضون سنة واحدة. يعاني حوالي 6% من سكان العالم من فوبيا العناكب، أي الخوف الشديد من العناكب. لكن لو أصبح هذا المخلوق عملاق الحجم، فسيتضاعف هذا العدد بصورة مضطردة. ألا تتفق؟ تخيل مخلوقا يزيد طوله عن متر ونصف، ويبلغ طول ساقه 4 أمتار. العنكبوت مغطى بشعر كثيف وخشن، مما يجعل الحيوان يبدو مقرفا، وينقسم جسمه إلى جزئين يفصل بينهما في المنتصف خصر رفيع، وله فكان ضخمان وأنياب طويلة وحادة بشكل مرعب، وثماني عيون كروية بحجم كرة السلة. لكن ما أكثر نوع مرعب من العناكب؟ إنه العنكبوت بلا أعين. يعيش هذا النوع في الكهوف والأماكن المظلمة، وإن صادفت مثل هذا العنكبوت فلن يكون رد فعلك سريعا بما يكفي للهرب. فهذا المخلوق يعوض عن افتقاره إلى البصر بالشعور بالاهتزازات، كما أنه يتميز بحاسة شم خارقة. بسبب خوفهم من العناكب، يبتكر الناس باستمرار وسائل جديدة للتخلص منها. أن يصطادك مخلوق أكبر من حجمك بعدة مرات هو أكبر كابوس للجميع. وأكثر أرعب الأشياء حول العناكب هي طريقة تعاملها مع الحشرات التي تصطادها. معظم هذه المخلوقات المفترسة لا تأكل فرائسها مرة واحدة. في البداية يغطي العنكبوت فريسته بشرنقة من الحرير، ويحقنها بسائله الهضمي، مما يؤدي لشلل الفريسة وتحول أحشائها إلى مادة سائلة. كم هذا فظيع! ثم يسحب كل ما هو صالح للأكل إلى معدته عبر شعيرات تغطي فمه وفكين شبيهين بالكماشة. بعبارة أخرى، حالما يصطادك العنكبوت الوحش سيستحيل عليك الهرب. تذكرت، ولا تنسى شبكة العنكبوت المرعبة. من منا لم يتغطى وجهه بهذه الخيوط اللاصقة مرة واحدة على الأقل في حياته؟ لكن في واقعك الجديد، رؤية الشبكة في الوقت المناسب تعني الحصول على فرصة للنجاة. حتى العناكب بالحجم العادي يمكنها بناء شبكات تغطي الأشجار والمنازل وتمتد فوق الأنهار لمسافة 24 متراً. لذا إن اختار مخلوق العالم الجديد منزلك كبيته الجديد، فمن الأسهل والآمن مغادرته بأسرع وقت ممكن. تمكن الناس من العثور على طريقة للتعامل مع شبكات العناكب العملاقة، لكن طريقة التنفيذ تعتمد على نوع العنكبوت الذي بنى الشبكة.
إن كان صاحب الشبكة من نوع أكثر نشاطا في الليل، سيهدم الناس الشبكة بمساعدة مصابيح بأشعة فوق البنفسجية تعمل كضوء الشمس. الشبكات التي تصنعها عناكب تعيش في مناطق جافة تخاف من السوائل، وتلك التي تعيش في بيئات رطبة لا تحب الجفاف وهلم جرع. هناك مشكلة أخرى، قد تعود إلى المنزل في أحد الأيام لتجد أن وحشاً ضخماً أو 50 وحشاً يعيشون في قبو منزلك. حسناً، من المؤكد أنك ستكتشف وجود هذه المخلوقات قبل أن تصل إلى حجم كبير. ستكون صاخبة للغاية لدرجة تستحيل معها عدم ملاحظتها. لا تلد العناكب صغارها، بل تصنع أكياس بيض قد تحتوي على مئات البيض. وإن انتهى المطاف بأحد هذه الأكياس في منزلك، فأمامك مشكلة كبيرة. ففي غضون بضعة أسابيع سيفقس هذا البيض وتخرج منه عناكب صغيرة، وسيستغرق نمو هذه العناكب الصغيرة إلى حجمها الكامل ما بين 2 إلى 1 سنة. بالمناسبة، توصل الناس إلى طريقة للاستفادة من شبكات العنكبوت. هذه الشبكات مصنوعة من حرير خفيف للغاية، وإن كان العنكبوت عاديا وصغيرا، فإن خيطا واحدا من حريره بطول يكفي للدوران حول الأرض سيزن 510 جرام فقط. وفي عنكبوت أكبر بعشرات المرات سيزداد وزن خيوط الحرير، لكن ستكون أقوى بكثير أيضا، ويمكنها تحمل درجات الحرارة القصوى من 40 درجة مئوية تحت الصفر إلى 221 درجة مئوية. يعرف الناس كيفية جمع حرير العنكبوت ويستخدمون هذه المادة لصنع حبال فائقة القوة، ومعظم الأقمشة في العالم مصنوعة من خيوط العنكبوت. الملابس المقاومة للاهتراء والخفيفة الوزن، وأحزمة الأمان، ومظلات القفز، والقوارير والأكواب، والخيوط والضمادات الجراحية، والألواح المقاومة للصدأ على السيارات والقوارب، والأربطة والأوتار الاصطناعية، كلها موجودة بفضل العناكب. لكن أفضل ميزة في هذا الحرير تكمن في قابليته للتحلل. أصبحت الأرض بيئة أنظف بكثير منذ أن بدأ الناس في استخدام هذه المادة في الإنتاج. إلى جانب استخدام خيوط حرير العنكبوت، يجمع الناس أيضا الصمغ الذي يغطي الشبكات. إنها مادة فريدة، فهي تظل رطبة في الهواء الطلق، ولا تفقد ميزتها اللاصقة بعد الإمساك بحشرات عديدة. وعن قرب يبدو هذا الصمغ مثل خازات صغيرة على خيط، أو بالأحرى كرات بحجم كرة الجولف على الحبل إن كنا نتحدث عن عنكبوت بحجم سيارة. تنتج هذه العناكب صمغا بقوة لصق أكبر من العناكب العادية الحجم، لهذا السبب تحل محل المطارق والمسامير في معظم الحالات. تصنع جميع أنواع المركبات والسفن باستخدام صمغ العنكبوت، لكن هناك عيب واحد في هذه المادة اللاصقة، يجب أن تتوخى الحذر الشديد عند جمعها. سيصعب الهروب من الفخ عند الوقوع فيه، لذا يبحث الناس عن الغراء في مجموعات كبيرة. لكن حتى لو علقت في شبكة عنكبوت بالخطأ، فهناك فرصة للنجاة إن تصرفت بسرعة. يتميز العث والفراشات بوجود طبقة حراشف خاصة على أجنحتهم، ويمكنهم التخلص من هذه الطبقة عندما يعلقون في الشبكة. استخدم هذه الحيلة، اخلع ملابسك وانجو بحياتك. لكن لماذا لا يعلق العنكبوت في شبكته؟ يمكن للعنكبوت غزل حرير لاصق وغير لاصق، ويتجنب السير على الأجزاء اللاصقة من شبكته. بالإضافة إلى ذلك، لديه مخالب خاصة متحركة على أقدامه، تمسك هذه المخالب بالخيوط وتتركها عندما تتحرك. كما أن أقدام العنكبوت مغطاة بآلاف الشعيرات، وعندما يمشي تخلق هذه الشعيرات نقاط اتصال لا حصر لها بينه وبين السطح. لذا يمكن للعناكب العملاقة التسكع على أسطح المنازل وتسلق ناطحات السحاب الشاهقة. على فكرة، عندما تتحرك هذه المخلوقات المرعبة فإنها تسير بسرعة فائقة. يعد العنكبوت المنزلي أحد أسرع أنواع العنكبوت في عالمنا، فيمكنه التحرك بسرعة تقارب 6 في 10 متر في الثانية، أي أكثر من 1.6 كيلومتر في الساعة. لكن ستتعدى سرعة العناكب الكبيرة بحجم سيارة الجيب 80 كيلومتر في الساعة.
بعبارة أخرى لن تتمكن من الهرب منها بالسيارة. وفي عالم العناكب العملاقة سيضطر الناس إلى تركيب أطنان من الأضواء الاصطناعية. ستنتشر شبكات العناكب الكثيفة والسميكة في كل مكان، ستظهر خلال الليل وتغطي مساحات كبيرة مما يجعل النهار معتما، وفي الغالب ستنهار الأشجار والأبنية غير القوية تحت وطأة حرير العناكب. من حسن الحظ أن هذا مجرد عالم خيالي، من المستحيل أن تنمو العناكب لتصبح بحجم سيارة. باختصار، لا تسمح لها هرموناتها بالنمو لحجم أكبر من حجمها العادي. الحمد لله.